تعم الاحتفالات بذكرى ثورة 11 من فبراير عموم المناطق اليمنية، وخرجت مسيرة حاشدة في مدينة تعز كأكبر مسيرة تخرج في المدينة منذ 10 أشهر، وهتف المشاركون فيها للثورة والانتصار المقاومة. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء عقب فرض سيطرتها الكاملة على معسكر فرضة نهم الاستراتيجي. واتجهت قوات الجيش والمقاومة الشعبية صوب منطقة محلي وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات الحوثية. تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية مير الساحلية بمحافظة حجة، وواصلت الفرق الهندسية المتخصصة عملها في نزع الألغام التي خلفتها ميليشيات الحوثي وصالح حول المدينة وجنوبها. اندلعت معارك عنيفة منذ منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم في شارع 40 والحرير والستين والجحملية وثعبات شرق وشمال مدينة تعز. وفي الجبهات الغربية تركزت المواجهات في الدحي ووادي عسام مع اندلاع مواجهات متقطعة في بيرباشا والكمب وحي الدعوة. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت من توصيل أكثر من 20 طنا من المساعدات الطبية إلى مدينة تعز بعد شهور من القيود المفروضة على الوصول إلى المدينة. شنت مقاتلات التحالف صباح اليوم غارات على موقع علوية الصواريخ في جبل عطان جنوب العاصمة صنعاء، وعلى معسكر ضبوة وقاعدة الديلمي ومعسكر جبل عيبان ومعسكر القوات الخاصة في الصباحة. كما قصفت طائرات التحالف مزرعة في منطقة عرب بمديرية همدان شمال غرب العاصمة، وقال شهود عيان إن الغارة استهدفت منصة صواريخ في المزرعة. أكد مصدر مسؤول بمصلحة الهجرة والجوازات لموقع العربية الجديد بأن جماعة الحوثيين نقلت أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة إلى مكان مجهول وسط توقعات باستخدامهم في مواجهات مسلحة في أكثر من منطقة. اغتال مسلحون مجهولون في مدينة إنماء السكنية بعدن 3 من أفراد الجيش الوطني، وذكرت مصادر إعلامية أن الضحايا الجنود من مرافقي قائد لواء 131 المرابط في جبهة كرش الشرعي العميد فضل حسن، والذي نجا من حادثة الاغتيال.